والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. قلنا هي قراءات. ايش يعني قراءات؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ احيانا بعض الالفاظ باكثر من قراءة. طبعا لها فوائد هذه القراءات، مش موضوعنا. ايش هو الرجز؟ قلنا انه هناك كثير ما بيقولوا انه الرجز او الرجز هو العذاب، واحنا استشهدنا بآيتين في المرة الماضية، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم مش عذاب من رجز أليم. رجز أليم هي عذاب من رجز. إذا لو كانت بتعني كلمة رجز عذاب، إيش هنا معناته؟ تحدثنا في هذا. طب إيش هو الرجز؟ وبالتالي إيش يعني والرجز فهجر؟ أولا الرجز فيه المعاني التالية. أولا الاضطراب. اثنين الاضطراب المؤدي إلى شدة وضيق. ولذلك في قضية معركة بدر، مش هيك؟ لما أنزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء، ليش أنزلوا؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذا معناته كانوا هم في حالة ممكن الشيطان يوسوس، فيكون هم في حالة من الضيق والاضطراب. وتعرفوا قضية الوسوسة، وانت الانسان على فكرة بتصير الوسوسة مؤذية له اكثر واكثر لما بضعف من الداخل، او بتكون ظروفه المحيطة فيها ضيق وشدة او مصائب او كذا، بصير امكانية الوسوسة ايش؟ اكبر. ولذلك ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. اذا هم كانوا في حالة من الضيق، فلما نزل هذا المطر وتطهروا، استحموا مثلا ووضوء وصلاة وكذا، خلاص مؤدي اذا الى العذاب. يعني اذا الاضطراب والضيق المؤدي الى الشدة، توصل لدرجة بصير عذاب. لذلك فسروا الرجز بعذاب. والرجز فهجر، والهجر واضح ترك مع عدم رجوع. الهجر ترك وقطع، يعني ضد الوصل، خلاص هجره. كيف واحد هجرها زوجها ما برجعش، او هي هجرته، يعني مش قضية، مش دائما هو اللي بهجر، مرات هي بتهجر بدهاش ترجع. اذا هو ترك مع عدم رجوع، ترك مع قطع علاقة، ترك مع ابتعاد، لانه اللي بهجر غالبا بيبتعد. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة للي بده مرات يهجر لسبب موجب، لا يهجر إلا بالبيت، بصيرش يروح يهجر، يروح يترك الدار ويصير يبات بعيد، هذا ممنوع شرعا. بدك تهجر من أجل التأديب، لأنه في منهن بيكون شرسات، فممكن يستخدم الهجر كنوع من التأديب شوية. لا يجوز إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت، معناته بصير مقاطعة محدودة مش بالمرة. طيب والرجز فهجر، أي شيء ممكن يؤدي إلى اضطراب. لاحظوا الآن، إلى اضطراب وضيق وشدة. ولكن هون بدناش ننسى أنه هذه بداية التكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بمعنى هو صح بأمر أوامر، لكن فيما بعد بيجي تفصيلات، وهذا المقصود فيه بالدرجة الأولى البشر يفهموا إنه الدين من أول لحظة جاء مشان يبعد عنكم كل شيء بيكون أساس للاضطراب الناتج عنها ضيق في الحياة وشدة. الدين جاء من أجل إيش؟ إنه يبعد هذا الكلام عن البشر. إذن لما قال له والرجزة
فهجر والريزة فهجر. إذا وكأنه شو بقول لك؟ الدين جاي من أجل إيش؟ الدين جاي من أجل إبعاد والقطع مع كل شيء بيؤدي إلى اضطراب حياة وشدة وشدة في وضيق في حياة البشر أفراد وجماعات. جد الدين مشان إيش؟ يبعدهم عنه ويعمل قطع مع هذه المسائل. ولذلك لاحظوا، خلينا نأخذ شوية، خلينا نأخذ شوية. الآن مثلا الغرب مشي في موضوع الزنا فيما يسمى عنده بالحريات. الآن يتفضل يعطيناك وشوفوا شو نتج مجتمعات عنده الآن. هذه المجتمعات سعيدة، يعني سعيدة كثير، يعني الأسرة أصبحت متينة أكثر. تم القضاء على الأمراض التناسلية. أنا سبق قلنا الأمراض التناسلية هناك بتأخذ نسب 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 إلى درجة وكأنك بتتصور إنه فيش حدا إلا مصاب بمرض جنسي. شوفوا الخيانة، بتعودوا على الخيانة. ثم الأجيال اللي بتيجي بتنولد أحيانا بعيدة عن الأب، بعيدة عن الأم، بعيدة عن الاثنين. ادرس المجتمع، بتجد أكثر ما يعاني منه المجتمعات الغربية، مع أنها مجتمعات غنية وفي علم وفي تكنولوجيا وفي تفاصيل يفترض أنها تؤدي إلى سعادة بشيك في الحياة ورفاهية، إلا أنه أنت اعمل إحصائيات وشوفهم قديش سعادة، قديش الأسرة متينة، شو العلاقة بين الأب وابنه، قديش في ناس أمراض نفسية. أنو أكثر الدكاترة يعني بيستفيدوا؟ النفسيين ولا الطب الجسدي إلى آخره. أنت بتجد أنه هذه مسألة واحدة أدت إلى اضطراب في الحياة، وضيق وشدة، شدة نفسية وغيره. والاقتصاد اللي بنهار في الغرب المتقدم شو أساسه؟ شو أساسه؟ أيوة، أساسه قضايا معينة هم منحرفين فيها ابتداء عن المنهج السوي، في الأخير لابد أن تؤدي إلى انهيارات وضيق في الحياة. هاي اليونان، شوفوا اليونان مش عارفين منين يقطبوها. تمام، الحياة صارت مضطربة. لو بدي أبدأ الآن فيهن واحدة واحدة في أوامر الدين وإيش الدين بأمر مشان يبعد البشر عن كل ما يؤدي إلى الاضطراب والضيق والشدة في حياة الفرد أو المجتمع. ولذلك دائما تجدوا المؤمن السالك سلوك، السالك في حياته سلوك إيجابي، دائما هادئ النفس، بنام مرتاح، مش قلق، ما فيش مفاجآت في هالحياة، نزلت المصيبة صابر، كله تمام، فيش اضطراب، فيش ضيق، فيش شدة. حتى لما بتكون في ضيق في المعاش، في المعاش بتجد قوته الداخلية تجعله متماسك وغير مضطرب. لأنه الإنسان على فكرة بيهزم من جواها، الإنسان بيهزم من جوا. وفي ناس بتجدهم بيمتلكوا الكثير من الأموال وفقراء من جوا، فقير، لأنه الغنى الحقيقي وين؟ جوا. والفقر وين؟ برضو جوا. القناعات هي اللي على فكرة، القناعات والإيمان الحقيقي هو اللي بيعمل الحصانة. الآن رح نكتشف إنه الداعية اللي بده يدعو إلى الله، والأصل في المسلم كل المسلمين يكونوا دعاء، كل واحد حسب قدراته، كل واحد حسب مكانه، حسب الثغرة اللي هو عليها. تمام، إنه هاي عندك، هاي النصائح ورح نشوف النصيحة اللي بعدها. إذن والرجز فهجر، إذن معناته هذا على فكرة صار واضح إنه هذا الدين لإيش جاي. هذا الدين جاي مشان يبعد عنا كل شيء يؤدي إلى اضطراب الحياة وشدتها وضيقها. تمام؟